الثامنة من الميادين، أهلا بكم وإلى عناوينها. القوات العراقية تحرر سوق الشعارنة والنبي جرجيس في الموصل القديمة. يمكن القول بأن الميادين وحتما الميادين أول قناة في العالم دخلت إلى هذه النقطة. حتى هذه اللحظة هذا الطريق مقموس وكل الأرض ملغمة مفخخة لا يمكن الوصول. هذه هي المنارة الحدباء وهذه هي القبة التي ما زالت من مسجد النوري الذي تم تفخيخه على يد داعش قبل أسبوعين. كاميرا الميادين تواكب المراحل الأخيرة من عملية تحرير الموصل. الجيش السوري يؤمن طريق أثرية خناصر في ريف حلب الجنوبي ويطرد داعش من أرياف المحافظة. وتواصل الاحتجاجات في الريف المغربي والحكومة تدعو أهالي الحسيمة إلى الهدوء. أهلا بكم. حررت القوات العراقية حي الفاروق الثانية في الموصل القديمة واستعادت قوات مكافحة الإرهاب سوق الشعارين ومنطقة النبي جرجيس ومنطقة عبد خوب في المدينة، كما تواصل أحكام التوق على داعش في المحور الجنوبي وتتقدم نحو أهدافها المتبقية على ثلاثة محاور. كاميرا الميادين التي تواكب المراحل الأخيرة من عملية تحرير الموصل كانت أول فضائية تصل إلى المنارة الحدباء المحررة. الميادين في تغطية خاصة لتحرير المنارة الحدباء والجامع النوري بمواكبة قوات جهاز مكافحة الإرهاب في هذه المنطقة. نرصد العائلات وقوات جهاز مكافحة الإرهاب وهي تخليهم، وهذه الضربة التي نفذت عن مواقع داعش. نرصد الآن عوائل تحاول أن تنزح. الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة، الحمد لله، الحمد لله على السلامة، الله يسلمك حياتي، الله يسلمك، الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. بعد في عوائل جوا؟ ايه اكو. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، الله يحفظكم ويسلمكم يا رب. سلمى 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 سلمى. الحمد لله على السلامة. ربيع السلام عليكم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمكم يما، الله يقويكم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمكم. شوكي كيف كان الوضع جوا؟ اوي بكي. كم انت طلعتي انت وكل عائلتك؟ ايه الحمد لله، الحمد لله. بعد في ناس كثير جوا؟ والله اكو. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. نحن أول قناة تدخل إلى محيط النوري، هذه المنارة الحدباء على بعد أمتار قليلة. يمكن القول بأنه الميادين وحتما الميادين أول قناة في العالم دخلت إلى هذه النقطة. حتى هذه اللحظة هذا الطريق مقموس وكل الأرض ملغمة مفخخة لا يمكن الوصول. هذه هي المنارة الحدباء وهذه هي القبة التي ما زالت من مسجد النوري الذي تم تفخيخه على يد داعش قبل أسبوعين. من هنا أعلن البغدادي قيام تنظيم داعش وإعلان الخلافة وطلب المبايعة من الفصائل المسلحة التي انضوت تحت لواء داعش. ها هو قد نسفه داعش، ها هو بقبضة قوات جهاز مكافحة الإرهاب. في هذه الأثناء طبعا يطلب من فريق الميادين الابتعاد قدر الإمكان خوفا من تسلل انتحاري من داعش بحزام ناسف. على السلامة يا حجة. الله يسلمك يا أبوي، الله يرضى عنك. شو الوضع جوا؟ والله ما مليح، والله تبهدلنا، والله هاي أربع خمس شغلنا بشاهل أهلنا، لا أكل لا شغب لا مثل ما يقولون، كل شيء كل شيء الله خلق وما عدنا، متنا هلكنا. هيدا لبنتي أنا جايبته معي وراح أعطيكي إياه إلك. تسلمي قليلة عمية، تسلمي عمية، دخليني عمية. خذيها 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 هاللعبة، خذيها من خمي عافية. خذيها عمية. هذه المنازل القديمة المحيطة تماما والملاصقة للمنارة الحدباء والمسجد النوري في الموصل القديمة.
السرداب الذي نتحدث عنه، تحدثنا طويلا عن أنه الموصل القديمة هي مدينة فوق الأرض والسراديب تحت الأرض، وبالتالي سندخل إلى هذا السرداب. هذا المنزل نفس المكان هو ملاصق تماما للمنارة الحدباء والمسجد النوري. هذا هو السرداب الذي تحدثنا عنه طويلا. هذه هي الأغراض، واضح من خلال الكتب المدرسية هنا أن هذه كانت لعوائل تقطن هنا. إذا كانت هذه جولة لقناة الميادين هنا في الأحياء الموصل القديمة، في بيت البيوت الموصل القديمة تحديدا. دخلنا إلى السرداب من هنا، عبد الله بدران، مهاب بن جده، سليم نصر الدين، ربيع معماري، محمد إرسلان، وميد نجم، وعبودي سعد، وسلمى الحاج، قناة الميادين من محيط الجامع النوري. قائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي قال للميادين أن مسافة قليلة متبقية قبل الإعلان عن تحرير الموصل. يوم أمس شرعت قطعات جهاز مكافحة الإرهاب بأكثر من اتجاه للتقدم باتجاه منارة الحدباء وجامع النوري، وتم تطهيرها، وعملية التقدم إلى الأمام لا زالت مستمرة منذ ساعات الصباح الأولى. لم تبقى إلا مسافة قريبة، وسيتم تطهير كل ما تبقى من المدينة القديمة بالتنسيق مع قطعات الشرطة الاتحادية وقطعات الجيش. بالنسبة لمسلحي داعش في هذه المنطقة، هل هم أجانب؟ هل هم عرب؟ كيف أخذتم هذه المعركة ووصلتم المنطقة محيط جامع النوري وجامع النوري والمنارة الحدباء؟ يعني هناك دواعش عرب وأجانب ومحليين، تم القضاء عليهم المتواجدين في هذه المنطقة، وتم الاستيلاء على قدس عتاد وأسلحة كبيرة جدا في هذه المنطقة، والعملية مستمرة إن شاء الله. لا نسمع أصوات اشتباكات، هل تزال عملية مستمرة بأي اتجاه؟ بالضبط خلف هذه البناية تقدم أبطال جهاز مكافحة الإرهاب لتطهير ما تبقى من المدينة القديمة. حرب عصابات تخوضها القوات العراقية عند شارع الفاروق في الموصل القديمة. كاميرا الميادين رافقت قوات النخبة ورصدت حرب ومواجهات الأزقة ضيقة. عبد الله بدران والتفاصيل. هنا مدخل شارع الفاروق، هذا هو شارع الفاروق، حيث القوات العراقية ممثلة بالشرطة الاتحادية تسيطر عليه وتنتظر وصول قطعات جهاز مكافحة الإرهاب والفرقة المدرعة التاسعة لنقطة شروع جديدة لاستعادة مناطق الميدان شمال شرق الموصل. حرب شوارع وحرب أزقة صعبة من داعش خلاله في هذه المواجهة، لذلك يتم إحباط هذه الهجمات عبر ضربات الطيران الحربي وعبر قتلي النخبة. تحاول طبعا فلول داعش في المدينة القديمة الوصول لشارع الفاروق وما بعد شارع الفاروق، لذلك نرصد أن الطيران الحربي والقوات العراقية تبقي خط النار مفتوحا تجاه مسلحي التنظيم. الضرورات العسكرية والأمنية تمنع ضربة جوية تنفذ إذن في هذه الأثناء. هذه هي الضربة الجوية، هذه المسافة بين عين الميادين ومسلحي داعش في المدينة القديمة. الضربات مستمرة من قبل الطيران الحربي العراقي، كذلك المشاغلات من قبل قوات النخبة للسلاح المتوسط والخفيف. هذه المعركة بحكم الأزقة الطيبة بدران، مهاب بن جدو، ربيع معماري، الميادين. أكدت المرجعية الدينية في العراق أن أصحاب الفضل الأول والأخير في الانتصار ضد داعش هم المقاتلون بمختلف مسمياتهم. أضاف
مقاتلون الأبطال الذين يخوضون غمار معركة الموصل نصراً مميزاً آخر إلى سجل الانتصارات العراقية الكبيرة. تكللت جهودهم وجهادهم بتحقيق حلقة مهمة أخرى من حلقات انتصار العراقيين على الإرهابيين الدواعش. أفادت مراسلة الميادين بأن الجيش السوري أمن كامل طريق أثريا خناصر، وهو طريق الإمداد الأساسي نحو حلب. وأضافت أن داعش انسحب من أرياف حلب الشرقية والجنوبية، ما يعني أن التنظيم خسر 3000 كيلومتر مربع وبات خارج محافظة حلب، وفق ما أفاد به المرصد السوري المعارض الذي قال أن عناصر التنظيم انتقلوا للمشاركة في معركة الرقة. الجيش السوري سيطر أيضا على طريق الرصافة أثريا بعد التقاء القوات في النقطة 8 شرق محطة أثريا في ريف حلب الجنوبي، كما سيطر الجيش على منطقة واسعة تمتد شمال وشرق محطة أراك في ريف حمص الشرقي. وفي الرقة سيطر داعش على حي الصناعة أكبر أحياء المدينة والمحاضي للمدينة القديمة بعد أسبوع على سيطرة قوات سوريا الديمقراطية عليه. هذا ودخلت عملية الرقة مرحلة جديدة مع اكتمال الطوق حول المدينة، لكن داعش لا يزال يمتلك قدرات قتالية للهجوم. محمد الخضر. قوات سوريا الديمقراطية تطوق مدينة الرقة بالكامل. سيطرة قسد على قريتي كسرة فرج وكسرة عفنان جنوبا تغلق آخر منافذ المدينة نحو البادية وباتجاه دير الزور. تطور ميداني يتوج 23 يوما من بدء الهجوم على المعقل الأهم لداعش في سوريا. شارة العد التنازلي لإنهاء التنظيم داخل المدينة أطلقت، لكنها قد تستغرق وقتا غير قصير. أصبح تنظيم داعش محاصر بشكل كامل في مدينة الرقة، ولم تعد هناك إمكانية لخروج أو دخول أي من عناصر التنظيم إلى هذه المدينة، وبالتالي سيستميت هذا التنظيم في الدفاع عن مواقعه، لأن لم يعد هناك أمامه إلا الموت أو الدفاع عن هذه المواقع. ولكن هناك نقطة جد هامة، وهي أن هذا التنظيم قد أنشأ أنفاق يمكنه التواصل من خلالها إلى جميع أحياء مدينة الرقة. لا توقف للمعارك داخل الرقة، حرب شوارع ضمن كتل أبنية وأزقة ضيقة. طور داعش من اعتماده على المفخخات والانتحاريين، هو يعتمد على مجموعات صغيرة تضم 5 إلى 6 مسلحين. تكتيك يعرقل تقدم المهاجمين، لكنه لا يستطيع إيقافه. طبعا تطوير العمليات القتالية أو أسلوب العمليات القتالية لداعش هو نتيجة الخسائر الكبيرة التي ألحقت به، وخاصة بالقوى البشرية. لذلك هو يحاول الآن استخدام تكتيكات تعتمد على عناصر قليلة. بطبيعة الحال هذا لن يغير في نتيجة الأعمال القتالية الجارية حاليا. أكثر من 100,000 مدني باتوا رهائن لدى داعش كدروع بشرية في مواجهة هجوم قصد. غارات التحالف أوقعت المئات منهم بين قتلى وجرحى خلال أقل من شهر من الحرب. الضربات الحاسمة التي تلقاها داعش في الموصل وعلى امتداد الجغرافيا السورية تسرع من نهاية التنظيم في الرقة، نهاية باتت قريبة مع انتقال المعارك إلى أزقة المدينة. محمد الخضر، دمشق، الميادين. فاصل قصير ونتابع بعده هذه النشرة. من جديد أهلا بكم. أعلن رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في مشاريع الحسيمة التي وقعت أمام الملك محمد السادس. في سياق موازن، دعت الحكومة المغربية سكان الحسيمة إلى الهدوء والتعاون والمساهمة في توفير الأمن
مشيرة إلى أن استقرار الحسيمة هو قضية الجميع. هذا وقد أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي اعتقال 97 شخصا إثر أحداث الحسيمة، مشيرا إلى أن عدد المعتقلين الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالحبس النافذ أو موقوف التنفيذ بلغ 40. في سياق متصل، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي اعتقال السلطات الهولندية البرلماني المغربي السابق سعيد شعيو، مشيرا إلى أنه سيجري تسليمه للمغرب. الخلفي أوضح أن وزير الخارجية المغربي أكد تورط شعيو في تأجيج الاحتجاجات بشمال المغرب، لافتا إلى أنه سعى منذ أشهر لتقديم التمويل والدعم اللوجستي لبعض الأوساط شمال البلاد. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من الرباط الكاتب والمحلل السياسي السيد بلال توليدي. أهلا وسهلا بك معنا سيد بلال. يعني بعد 7 أشهر على بدء هذه التحركات، بعد اعتقالات، حديث عن تعذيب داخل السجون والمزيد طبعا من الاعتقالات ما زالت مستمرة، لا بل وتأخر أيضا في تنفيذ المشاريع. اليوم رئيس الحكومة المغربية يدعو فقط لتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في مشاريع الحسيمة وأيضا إلى الهدوء والتعاون. هذا كان كل شيء من الحكومة بعد 7 أشهر. كيف ترى هذه الدعوة اليوم من رئيس الحكومة؟ وأنا أعتقد أن رئيس الحكومة طالب بثلاث أشياء دعا إلى 3 أشياء أساسية. الأول ويرتبط بتوفير شروط المحاكمة العادلة، والثاني وهو التحقيق في مزاعم وقوع تعذيب في صفوف المعتقلين، والأمر الثالث هو التعبئة الكاملة للحكومة من أجل تنفيذ مشروع الحسيمة منارة المتوسط، وفي نفس الوقت دعوة المحتجين إلى الهدوء من أجل الحصول انفراج. لم يحدد رئيس الحكومة بالضبط ما المقصود بالانفراج، لكن دعني أقول بأنه نحن في المغرب نعيش إشكالية. لكن هذه التحركات هي تتأجج أكثر فأكثر نتيجة الاعتقالات المستمرة في هذا الحراك. هذا هو الإشكال الذي أريد أن أتحدث عنه. هناك شعور من قبل الدولة في المغرب والحكومة بأن لا بد من حل هذا المشكل ولا بد من طيه، والدولة تعرف بأنه لا يمكن أن يحل هذا المشكل بدون أن تمر على الإشكال الحقوقي المرتبط بالإفراج عن المعتقلين الذين اعتقلوا وهم يطالبون بحقوقهم، التي جاءت الحكومة وجاء المجلس الحكومي لكي يقر بها ويقر بمشروعيتها. الإشكال الآن هنا مرتبط بهيبة الدولة. الدولة تقول التهدئة قبل الإفراج، والحراك يقول الإفراج ثم التهدئة. فهناك إذن لعبة البيضة والدجاجة. لعبة البيضة والدجاجة. أنا أعتقد أنه في الأيام القليلة القادمة يمكن أن نرى مبادرات معينة تنتج صيغة وسيطة من قبل من؟ للتفاوض ما بين من مبادرات، لا أدري بالضبط من قبل من، يمكن أن تكون من قبل قيادات سياسية وممكن أن تكون من قيادات مدنية، يمكن أن تكون من شخصيات وازنة ذات مصداقية. طب لماذا تأخرت حتى الآن؟ يعني المزيد من التحركات في الشارع ليس فقط نتيجة الاعتقالات، أيضا اليوم موضوع السيد سعيد شعو واعتقال السلطات الهولندية البرلماني المغربي أيضا كان له تداعيات على الشارع وتحديدا على هذا الحراك. البعض يتحدث أنه هي في حالة تزايد. المشكل في اعتقادي مرتبط بوجود جهات داخل الدولة مقتنعة بأنه الحل الوحيد للتدبير هذا الملف هو المقاربة الأمنية، وكلما أظهرت المقاربة الأمنية اختلالات وأخطاء وأنتجت واقعا مأساويا كلما أعطيت الإشارة لتحريك المقاربة السياسية، وكلما تحركت المقاربة السياسية إلا وشعر أصحاب المقاربة الأمنية أنهم تجوزوا. لذلك أستطيع أن أفسر الضرب الذي تلقاه المعتقلون يوم العيد على أساس أنه محاولة لإفشال محاولة لبعض الجهات المؤثرة
داخل الدولة لإفشال أي مقاربة سياسية. هناك من يظن بأنه لا بد أن تفرض الدولة هيبتها بالمقاربة الأمنية وأن المقاربة الأمنية هي الوحيدة التي ستحل المشكل، لكن للأسف هذه المقاربة أنتجت مشاكل كثيرة جدا. وأظن بأنه الخروج الأخير لرئيس الحكومة بتلك الشاكلة وبتجميع كل العناصر لا. التي تفرقت في خطاباته السابقة يدل طيب. على يعني أفهم منك أنه بدأت الحكومة نعم. صحيح أفهم منك أنه الحكومة بدأ لديها نوع من الخوف من هذا التحرك على صعيد حجمه وتوسعه، والدعم أيضا بدأ يلقى دعم واستقطاب. يعني كان في بالأمس 4 أحزاب ضد هذه الاعتقالات والأمنية تحديدا، كان في استقالات لرؤساء بلديات أيضا في الحسيمة نعم. هناك مظاهرات في مناطق ضخمة في المغرب مساندة لهذا الحراك. بدأ يخيف الحكومة لدرجة أنه ممكن أيضا أن نتحدث عن إمكانية إسقاط هذه الحكومة نتيجة توسع هذا الحراك؟ لا أعتقد أن الأمر سيصل إلى هذا المدى، ولكن أنا أتصور بأنه لما خرج بلاغ المجلس الوزاري، وحينما نتحدث عن المجلس الوزاري نتحدث عن تدخل ملكي، حينما خرج بذلك الجواب، وكانت هناك أطراف حاولت أن تفشل هذا التدخل من خلال الضرب يوم العيد، لأنه يوم العيد كان من الممكن وكان من الوارد جدا أن تتعامل القوى الأمنية بقدر كبير من المرونة وأن تراعي حرمة العيد. لكن أنا أعتقد بأنه ما حدث يوم العيد هو محاولة لإفشال أي مقاربة سياسية يمكن أن تمس. ما الذي سينجح المقاربة السياسية الآن؟ ما الذي سينجحها؟ ما هي مقومات نجاح هذه المقاربة السياسية والوسطات التي تحدثت عنها؟ مقومات نجاح هذه لا أنا أقول بأنه المنطقة لا يمكن أن تتجاوب مع أي مبادرة ما لم يتم معالجة النقطة الأساسية والمحورية وهي المرتبطة بالإفراج عن المعتقلين. لا أقول كل المعتقلين، ولكن على الأقل لا بد من إجراءات الثقة. وهذه القضية تثير إشكال لدى الدولة لأنه تثير إشكال الهيبة. في حالة ما إذا تم الإفراج عن كل المعتقلين فسيمدونهم بسبب للتظاهر أكثر ولرفع السقف أكبر. ولذلك أنا أظن بأن هناك حاجة إلى مبادرة ذات مصداقية تنتج صيغة وسيطة ما بين الإفراج الكلي عن المعتقلين وما بين التهدئة. تحتاج المنطقة إلى تهدئة، وتحتاج المنطقة أيضا إلى أن تبقى الدولة بهيبتها، وهذا يقتضي وجود مبادرات ذات مصداقية، ويقتضي أيضا أن تكف المقاربة الأمنية عن الضرب والقمع في المنطقة. صحيح. السيد بلال توليدي كاتب ومحلل سياسي كنت معنا مباشرة من الرباط، شكرا جزيلا لك. لم يمضي على إعلان تأسيسها سوى 3 أشهر لتشهد جبهة الإنقاذ والتقدم في تونس أزمة تهدد تماسكها قبل أشهر فقط من موعد الانتخابات البلدية. عماد شتارة. ساعات فقط تفصل بين تجميد القضاء أموال وممتلكات رجل الأعمال ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي، وبين إعلان حركة مشروع تونس عن تجميد مشاركتها في أنشطة جبهة الإنقاذ والتقدم في انتظار تقييم جدواها. خطوة وإن حاول قادة المشروع تعليلها في غياب التنسيق والتشاور، إلا أنها تنذر بأزمة حقيقية داخل الجبهة بعد أقل من 3 أشهر على تأسيسها. احنا ما عندناش اليقين باش نبرئوا حد والا ندينوا حد اذا كان ما ثماش شكون، اذا كان القضاء مازال ما قالش كلمته في الامر هذا. هذا ما يمنعش انه اذا كان ثبت انه رئيس الاتحاد الوطني الحر ودين من اجل الافعال اللي ينسبوها له تو، ليس من الوارد ان يكون نحن عندنا على اي علاقه تعاون مع الحزب هذا. لازم نعطوا صوره جديه للسياسه في تونس، وانه كيف نعملوا مبادره يعني نتمسكوا اذا ايش به، نجموا نصلحوه اذا كان في مشاكل، اما مش لاول هزه او اي يعني صعوبه قليله تبدا في التراجعات، هذا زاد يضرب المصداقيه نتاع العمل السياسي. من مشروع سياسي يطرح نفسه خيارا بديلا عن النهضة والنداء إلى ائتلاف سياسي بدأت تشق صفوفه الخلافات،
تمسك في العلن بالعمل الجبهوي وبمساعي التعبئة والاستقطاب على أمل أن تكون جبهة الإنقاذ رقما مهما في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وحرب في الكواليس بحسب مراقبين حول زعامة الجبهة وتحديد خطها السياسي وخارطة تحالفاتها. التنافس الحقيقي هو ليس حول ما يجري الآن، ولكن حول من يفوز في الانتخابات البلدية المقررة لآخر العام الحالي، ومن يفوز بانتخابات 2019 التي بدأ التحضير لها في مستوى الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية. على الرغم من عدم حسم مشروع تونس خياره بالانسحاب من جبهة الإنقاذ والتقدم من عدمه وترحيله الأمر إلى التشاور في صلب مجلسه المركزي، إلا أن الأزمة التي تعصف بالجبهة الآن إن لم تضرب تمسكها بحسب مراقبين فإنها ستترك تداعياتها على الانتخابات المحلية التي ستشهدها البلاد بعد نحو 5 أشهر. هو أول امتحان جدي يعترض جبهة الإنقاذ والتقدم الحديثة النشأة، امتحان قد يكون بحسب مراقبين مقدمة لمراجعة تركيبتها وضبط أسس العمل المستقبلي فيها، مثلما قد يكون إعلانا أوليا لتبخر مولود سياسي شكل على عجل. عماد شطارة، تونس، الميادين. تذكير بعناوين هذه النشرة. القوات العراقية تحرر سوق الشعارين والنبي جرجيس في الموصل القديمة. يمكن القول بأنه الميادين، وحتما الميادين، أول قناة في العالم دخلت إلى هذه النقطة. حتى هذه اللحظة هذا الطريق مقنوس وكل الأرض ملغمة مفخخة لا يمكن الوصول. هذه هي المنارة الحدباء وهذه هي القبة التي ما زالت من مسجد النوري الذي تم تفخيخه على يد داعش قبل أسبوعين. كاميرا الميادين تواكب المراحل الأخيرة من عملية تحرير الموصل. الجيش السوري يؤمن طريق أثرية خناصر في ريف حلب الجنوب ويطرد داعش من أرياف المحافظة. وتواصل الاحتجاجات في الريف المغربي والحكومة تدعو أهالي الحسيمة إلى الهدوء. الميادين دوت نت للمزيد من الأخبار والتقارير والبث المباشر، بالإضافة إلى قناة الميادين أو صفحة الميادين باللغة الإسبانية espanol.elmayadin.net. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.